وتحت الرعاية السامية لجلالة الملك انعقدت اليوم بقصر المؤتمرات بسخيرات المناظرة الوطنية حول المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. المناظرة تروم بلورة رؤية وطنية مشتركة ومنسجمة حول اتجاهات وأفاق تطوير نظام الوظيفة العمومية ببلادنا. مهني بزاز وسمير بركة. بانعقاد هذه المناظرة ينطلق ورش إصلاحي ضخم يستمد أهميته من مكانة الوظيفة العمومية في إعداد وتفعيل وتقييم السياسات العمومية، ويتخذ له مدخلا تحيين الأساس القانوني للمنظومة. الأساس القانوني للإدارة يعني يقع فيه ويقع عليه يعني تغيرات، نظرا لتغير الجو العام، نظرا لتغير التكنولوجيا، نظرا لتغير قيم المجتمع إلى آخره. كل هذا يجب أن يرافقه في نفس الوقت يعني تعديل بين الفئة الأخرى. اليوم نحن بصدد إصلاح شامل للمنظومة القانونية التي تقوم عليها الوظيفة العمومية، بغية إرجاع الإدارة إلى دورها الأساسي الذي هو خدمة المواطنين وليس شأن آخر. الاستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة جعلت من رأس المال البشري محورا أساسيا يستوجب العمل على تثمينه من خلال مراجعة الإطار المؤسساتي، تحديث البعد التدبيري ومعالجة القضايا الاجتماعية. أفردت لها ورشات عمل ستفضي إلى توصيات لإعداد كتاب أبيض الذي سيكون مرجعي لإعداد مشروع نظام أساسي جديد يقوم على آليات حديدة لتدبير رأس المال البشري داخل القطاع العام، ويقوم كذلك على تحديد يعني آليات لتحفيز القدرات التي هي كثيرة والتي يلعب بها القطاع العام من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا. في أفق التأسيس لوظيفة عمومية حديثة ومتطورة قادرة على كسب كل الرهانات، انطلق هذا الورش الإصلاحي معتمدا مقاربة تشاركية ومنفتحا على التجارب الدولية.